بسم الله ما شاء الله. احنا دابا حلينا على كشفنا على الخليه من جديد، نحاولوا ناخذوا غادي نشوفوا خليه جديده اللي هي هذه كانت عندنا اللي حطينا لها ثلاث اطارات اللي هما هذوما بالماتريكول. ما شاء الله قريب يسالي، باقي فيه واحد شويه من داك القنيته، واحد شويه في هاد القنيته. ما شاء الله ما شاء الله شوفوا الثاني. ما شاء الله ثالث هو على وشك الانتهاء، قريب نكملو. بقاي واحد شويه في هاد القنيته هادي، واحد شويه حتى هو شلي كاين، يعني من كلا الجانبين بجوج جهات. اما الاطاره تقريبا نقول جل الاطار مبني او منطوط. شوفوا الاطار الاول او الثالث، بسم الله ما شاء الله. وكذلك على وشك الانتهاء جل الاطار مبني. النحل الباني ما شاء الله عليه، الحمد لله. طارت ماشي مزيانين، حل ماشي مزيان. غادي نكملو العمل ديالنا. الخلية الثالثة هي هادي، حلينا كشفنا عليها من جديد. غادي كما العادة غنشوفو الطارات اللي تبنات من جديد. هاد الخلية حطينا على جوج اطارات، هاد الاطار هذا وهاد الاطار هذا. بسم الله الله بارك فيك. نحاولوا نبعدوا الاطارات شويش من بعضهم باش نقدروا ناخذوا الاطار. بسم الله ما شاء الله سوى نفس الشيء تقريبا، قريب نكملو. بقى في واحد شويش هاد شويه وهاد شويش، هذا هو الاطار. مر الاطار الثاني، ماشي من عادتي نخدم ب
صح بلا ليغو، لكن هذه استثناء فقط. تعمدت نخدم وصافي، شويش ناخذ بعض اللقاح، اللقاح الطبيعي. بخرج الكاميرا تاعي، ما شاء الله حنين النحل، بسم الله ما شاء الله. من هي تقريبا؟ والملكة باضت فيه من جديد، ما شاء الله. تمنيت لو أنكم تروا بيوض أو بيض الملكة الموجود داخل العيون السداسية، ما شاء الله إنها مرئية من قليلا. انظروا النحل كيف يعمل على حماية البيوض أو حماية البيض الجديدة، كما يقول أستاذ سعيد علي، البيض روح الخلية. ما شاء الله، تبارك الرحمن. هذا الشمع الزائد كما كنحيدو كيف ما العادة بالطريقة، لكن النحل يبني دائما، يقوم بحماية نفسه من الغطاء العلوي هكذا. أوف، لا أحب اللسع. إنني أتألم فعلا كما تتألم هي. لم تترك شوكتها بل أخذتها معها، ومع ذلك لن تنجو، فهي بدورها ستموت. إذا بدأت لم تنتنفخ، ولكن بعض الشيء هي دي.